بس هي الصوره بصراحه اللي يعني ريحتني وادتني شويه تفاؤل كده يا استاذ اوسي، اليو ديانج. عارف انت لما بتتفرج على ماتشات كاس الامم لقينا واحد يعني من اول ما اتنين بقى اول ما بالي خرجت قلت الاهلي كده ضمن ديانج، بعد كده تونس خرجت الاهلي ضمن علي معلول. طبعا يعني عجبتني جمله الاستاذ عصام لما بيقول لك الاهلي اسس على وطنيه القرار، وطنيه القرار دي تخلي الاهلاويه والنادي الاهلي يكونوا سعداء وفرحين بوصول المنتخب لابعد نقطه مطر طبعاً. اولا وبعد كده الاهلي، وعلى فكره مش مشكله خالص يعني الامور في النادي الاهلي عاديه جدا لان ده الطبيعي بالنسبه له. هو ناقش، ما كان كله مستني ان الاهلي يناقش طب الدوري اللعيب دلوقتي وفي الاولمبيك جيمز خالص. ولا كلمه مفيش ولا كلمه خالص. من النادي الاهلي لم يعلق على الموقف، لكن وقع المحظور، وقع المحظور. كنا عارفين ان مجرد وصول مصر للنصف النهائي خلاص الاهلي فقد 7-8 لعيبه اساسيين من اعمدته الاساسيه اللي هو بيعتمد عليهم. دي الكارثه اللي حطينا فيها الاتحاد الدولي لكره القدم الحقيقه. يعني يمكن كاس الامم الافريقيه متحدده وما يعرف يقال برضه. لا احنا هنقعد كل شويه كنا نعرف يقال وبعد بس كده بس كانت واضحه. هو ايه ليس كل ما يعرف يقال؟ هو كان عنده تاكيدات من الفيفا ان كاس الامم هتتاجل. اه بالظبط، وما تاجلتش. ولا كان عنده تاكيدات المنتخب هيخرج؟ لا كان عنده تاكيدات، هو كان عنده تاكيدات ونسبه كبيره جدا ان المنتخب هيخرج. انا الحمد لله والله صح يا اوسي يعني سامحوني. هو يعني كان لما قال لك ان المنتخب بيلعب بكام النجوم ولا هيلعب بكام النجوم، قعدنا نحسبها يمين شمال، ملهاش حل غير انك انت تطلع بدري من الدور الاول او دور ال 16 مثلا يعني. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى خيبت كل الظنون وضاعت كل احلامهم، ومنتخبنا يعني كان في الميعاد وقدر يوصل لنصف النهائي وباذن الله يكمل مشواره لغايه البطوله، وده الاهم بالنسبه لنا في الموضوع. وجود طبعا اليو ديانج دعم طبعا كويس جدا من اللعيبه المميزين جدا، وجود علي معلول، لكن الاهلي طبعا هيفتقد كل اللعيبه اللي موجوده مع منتخب مصر، ده غير الاصابات اللي موجوده في النادي الاهلي. طبعا دي أسوأ ظروف ممكن يواجهها النادي الاهلي عبر تاريخه في مشاركه في بطوله كبيره بهذا الشكل. ويمكن الاهلي من المشاركه السابعه للنادي الاهلي، كثره مشاركات الاهلي في البطوله خلت الامر يبقى عادي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. يمكن الجزئيه الخاصه بالاعلام اللي اتكلم عليها الاستاذ عصام ده طبيعي جدا. احنا عندنا اصل ما تجيش تقول لي عندي كاس الامم الافريقيه ومنتخب مصر وحد يهتم باي حاجه تاني. يعني يمكن حتى الاهتمام بسفر الاهلي ووجوده في البطوله وماتشاته هتبقى اقل، مش هيظهر ده غير يوم 5 لما يلعب مع مونتيري المباراه اللي نتمنى ان النادي الاهلي يقدم فيها عرض مشرف. ما نقدرش نطالب باكثر من كده يعني. احلامنا لا تتجاوز الظهور المشرف في كاس العالم للانديه وانت مفتقد عدد كبير جدا سواء من اللاعبين اللي موجودين او الاصابات اللي بتطردك. يعني وضع الاهلي في وضع الحقيقه لا يحسد عليه. وضع لا يحسد عليه.